أشغال تجهيز محطة الطاقة الشمسية على قدم وساق، خاصة بإنجاز الطريق المؤدية إليها، مشروع طاقي كبير قام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي لزيارته. إنتاج 500 ميجاوات باستعمال الطاقات المتجددة مشروع مهم للغاية، وقد قدمنا للوقوف عند أهمية هذا المشروع وأيضا لرؤية إمكانية إنجاز فرنسا لمشروع في حجمه. هذه ثالث مرة تجي لجنة الصداقة لتطلع على مشاريع كبيرة، لأن خدوا هذا القطاع ديال الطاقة الشمسية وديال الماء اللي جاوا باش يشوفوا بعينهم المنجزات داخل المملكة المغربية. على مساحة 3000 هكتار تم انطلاق الأشغال في محطة ورزات منذ سنة 2011، وهي أول محطة ضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية. في الأسابيع القليلة المقبلة سينطلق بناء أول محطة للطاقة الشمسية، يوازيه انطلاق مراحل أخرى في خضم هذا المشروع العالمي، فإلى الآن الأهداف تسير وفق المسطر لها. محطة الطاقة الشمسية لورزازات ستنتج طاقة كهربائية تبلغ 500 ميجاوات في أفق سنة 2015، وهي أحد أكبر المشاريع الطاقية في العالم.